بايرن كان في عامتها بقيادة فيليكس ماجات. أما 2013 كانت راقصة بمناسبة نهائي الشامبيونز ليج، والحكاية تعرفونها، والآن حكاية جديدة. التفوق الأزرق، التفوق الأزرق يؤكد، يتأكد عن طريق النينو. الماتادور يعود، التوريس يسجل من جديد. 1-0 البلوز، 1-0. حكاية معروفة، حكاية مألوفة، قرأناها في أرشيفات الماضي واطلعنا عليها في دفاتر ما سبق وما فات، ونتأكد من خلال أوراق ما يحضر ونراها في أفق 90 دقيقة من الأفنير أو المستقبل أو الفيوتشر. جول للماضي والحاضر والمستقبل، فرناندو توريس جولاتو. 1-0 إنجليزية، 1-0 الامتلاك، 1-0 السرعة، الخفة، التشلسوية، أولاد حيف لام هناك في غرب لندن يعكسون الهجمة وينطلقون من أجل كونتر ويطلقون الكورة لأولى الأجوال. 1-0 بايرن. قيد عندك، شد عندك، سجل عندك، اكتب عندك، دون عندك. يحكي بلهجة والثاني بلهجة، مش ممكن. كانت كرة الكاو يا تشيلسي، ترجع الكرة مرة أخرى بمرية ورا المانية. الألمان عن طريق ريبيري يسدد جول. شوف غوارديولا يا سيد، شوف بيب غوارديولا يا ولد يا ولد يا ولد. صاروخ لا يصد ولا يرد، يمشي يتلقى التهاني من بيب غوارديولا، والمشجع البافاريا تكاد تفقد صوتها في احلى كورة المنشن. وتشاكي يخسلوا ريبيري امام الانصار، يحسموا ريبيري قدام تشيكيا بهدف في كورة لا تصد ولا ترد. سجل عندك تعادل، دون عندك الدور عن طريق الفرنسي ريبيري. شوف الكرة والباس، شوف ريبيري والثغرة، يضرب يسدد جول، مرت في الزاوية المستحيلة. توني كروس باس وكرة ريبيري تعمل الراس. 1-1 تفوق بالمهارات. مورينو 2 بيب غوارديولا 1. هدفي لهدف للبلوز، هدف عالمي. هازار يغالط مانويل نوير. هدف الثاني عن طريق الدول البلجيكي ايدن ازار. هدف ثاني ملعوب، تشيلسي بشر بالخير. فما اوفسايد ولا لا على الشعرة بالملي؟ ثبت، ركز معايا، كانوا رجع من التسلل، كانوا ساق ورجعت من الاوفسايد. على كل حال هذه الكرة والحدوتة ما راهاش، ما شافهاش نوير. نوير يلدغ من الجحر والحجر مرة ثانية. تشيلسي ليس بطل الحين، ليس بطل الحين، تشيلسي ليس بطل الحين. اوه ليس بطل تشيلسي، ليس بطل. ارجوك ارجوك انه من الالمان، ارجوك انه دانتي البافار الذي يكتب التاريخ. دانتي البرازيلي، دانتي البرازيلي، ما اقساك يا كرة القدم. هو خطا قاتل، هو هدف قاتل، هو سفاح ناتل من البرازيل. دانتي 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 دانتي، القلب يخفق في 180. خلاص خلاص خلاص، والصوت والحبال ضاعت وتاهت في الخواتيم. عذرا مناصري كرة القدم، ما أقصى الفوتبول. دانتي والكرة للتعادل بين دانتي ومارتينيز. مارتينيز خاف الإسباني، ينقذ المواطن غوارديولا. الصورة كانت على جوزيه، أعطيني الصورة على غوارديولا وفرحة التعادل القاتل. ملا كورة، ملا كورة، ملا كورة، ملا كورة. نعود أصدقائي المشاهدين للجزء الثالث والأخير، الركلات الترجيحية. يتقدم ألابا في الكرة الأولى لمان شانغول. 1-0 للبافاري، 1-0 لبايرن. إذن بايرن في أول كرة وأول جول. هل هي بذكريات اليسارين السارة والسعيدة للتشيلسوية، أم ستكون هذه المرة ليلة حمراء في براغ لبيب غوارديولا في أول ألقابه مع البايرن؟ 1-0 لبا، كرة يمين، شاكي سار، جول لنادي بايرن. مباراة ممتازة جدا، أحلى مباريات السوبر ممكن على الأقل في العقد الماضي. ذكروني إن كانت مباراة أفضل. تنتظر هذه تشيلسوية نيار في الأسبقية المعنوية. دافيد لويس يتقدم، البرازيلي، جول 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 جول
جول ولا اروع يا ولد. يمين يسار، اقلب الاتجاه، انت في الاتجاه المعكس. 1-1 لتشيلسي عن طريق دافيد لويس. يشوت ضربة جزاء بطريقة رائعة جدا البرازيلي. 1-1. الآن الكرة الثانية عن طريق توني كروس. كل ما تقدموا كل ما يكبر الضغط. واقعيا الضربة الثالثة، الدور الرابعة ديما المنعرج. يمشي كروس يحط جول. يمين في سار، ونتيجة 2-1 للمنشن. البايرن يتقدم بهدفين. البايرن منشن هدفين لهدف على البلوز تشيلسي. هذه الكرة مؤمنة بشكل ممتاز، التنفيذ من لاعب توني كروس، لاعب الناشونال مانشافت. من سيفوز ومن سيعبر في الدور الثاني لتشيلسي؟ أوسكار. أوسكار قدام مانولو، مانويل نوير. أوسكار على نوير، أو نوير قدام أوسكار. أوسكار يتردد وحتى البرازيلي. 2-2 2-2. قول للملقاوين 2-2 الملقاوين على الذهب من الفضة يا أوسكار يا برازيلي. من تشيلسي مين يفسي فاير من شن ولا أروع ولا أروع. الكورة لكن نوير ترب لها، لكن من الكورات السايبة لو تشوفها تشوفه يمسكها لكن ما يمسكهاش، يشوفها وما يراهاش. 2-2 الثالثة للعام. يمشي في البلام الثالث ولام ويحطها. 3-2 المنشن. البايرن يتقدم 3-2. كل ما يسجل بايرن ضغط على البلوز. 3-2 طريقك اخضر والسالك يا المنشن. هو في تاريخ الفوتبول ليست قاعدة ولكن استثناءات، ولكن الفريق اللي تعادل في 121 مبدئيا مكتوب له، ولكن كل ديما فما استثناءات. العائد من بعيد الذي مات اعلنت وفاته وبعد طلع يتنفس. هكذا هو حال المنشأ. لامبارد يمشي، فرانك لامبارد يتقدم وجول. جول 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 للكابتن الليدر والزعيم. ان كانت جيرارد في ليفر فهما بالنسبة لي يشتركان في نفس اللقب. ضمير مستتر تقديره انا الزعيم. فرانك لامبارد وجول. 3-3 بلوز بايرن. الرابعة الدورة، دورة المنعرج. الرابعة دورة المنعرج لازم واحد يضيع. ريبيري، فرانك ريبيري قدام بيتر تشيك. ريبيري الفنان وبيتر تشيك الاخطبوط وحطاله في الشبكة يجيبهاله ريبيري. 4-3 فرانك للمنشن. طريقك اخضر يا الاف سي بايرن، الاف سي هوليود. 4-3 بايرن. علي سار يحط ويأمنها الفرنسي. هذا اللاعب في أوروبا بالقلب بالروح، بروح الفانيلا الحمراء، الشياطين الحمر. لا تخسر الكاب ولا الرهان. أشلي كول ملك الكؤوس في إنجلترا، 7 في كاب بين أرسنال وتشيلسي. ولدى الإنجليز في أرسنال يطلقون عليه لقب الخاين. أيوة الخاين، هل تكون وفي الخاين؟ لا. 4-4. لا تخون لا تخون ولا تكون يا أشلي يكون. 4-4 لتشيلسي. 4-4 البلوز. 4-4 من أشلي كول. خاينة وما عاد نصفيك لو ضاعت الكرة هذه. 4-4 في القائم وتدخل. كي تحب تحب، كي لا يعني لا. الخامسة الأخيرة نسبة نجاح 100%. شاكيري يرعش، شاكيري يرتعش. فرصة لتشيك. شاكيري وحتى بإعجاز حبته الكرة وحنقذته الكرة. ويدين ويدين بيتر تشيك. اضعاف شوية في الكرة هذه. حبيت نقول من اقتباس ما يستعمل العروس. افهم وفسر وحدك وانتقها بلسانك وليس بلسانك. 5-4. اوه لوكاكو، لوكاكو يا معذبهم.
لوكاكو يمدمرهم. لوكاكو قدام مانو نوير. لوكاكو يتقدم. لوكاكو عرفت يضيعها والبايرن كامبيون. لوكاكو خسر عليهم حتى يدي في شعره الطويل والمنشن يرجع من بعيد.